ما تبقى لينا النهاردة يعني هنستمع إلى، مش عايز أقول مشاكل، ولكن في بعض المسائل اللي بتبقى من منغصات الحياة يعني. فإحنا بنستقبل رسائل حضراتكم وبقدر الإمكان بنستمع إليكم. فخلينا نبدأ النهاردة، عندنا يعني موضوعين. الموضوع الأول خاص هيكلمنا عنه الأستاذ وسام عزت. أستاذ وسام معايا يا فندم؟ مساء الخير، ازيك يا دكتور محمد؟ اهلا بيك يا فندم. يعني حضرتك كل اذان صاغيه، قول لي ايه الموضوع وايه المشكله ونقدر يعني نخاطب مين او نناشد مين. اتفضل. هو انا عندي اماره في العبور، في مدينه العبور في الحي الاول. فوجئت يوم 7/5 بكميه ميه غير عاديه في البدروم عندي. التجأت طبعا على طول للجهاز عشان اعرف مصدر الميه دي جايه منين. فاول لما التجأت للجهاز، الجهاز اخذ عينه من الميه بحيث ان ده احنا نعرف، الجهاز بتاع مدينة العبور. جهاز مدينه العبور بالظبط، اخذ عينه من الميه عشان نعرف بس الميه دي هل دي ميه صرف ولا ميه ولا ميه شرب. العينه طلعت ان هي ميه فيها نسبه املاح، وهم وصفوها ان هي ميه صرف. قعدنا يمكن فتره من مثلا من 7/5 ل 23/5 ما فيش اي اكشن من الجهاز. بيجي المهندسين يبصوا على البدروم ويمشوا، ما فيش اي حاجه بتتاخد. بعد كده هو اشار علي حد من المهندسين هناك، قال لي بص احنا ممكن لغايه لما نشوف المصدر فين والمشكله ايه، لان المشكله دي ممكن تاخد شهور وممكن تاخد اكتر من وممكن توصل لسنه عشان يوصل عشان نعرف ايه المشكله. احنا هنعمل زي بير كشف كده، هو بره البدروم في حدود الارض بتاعتي برضو، ونحط فيها حاجه تسحب الميه بحيث ان انا امنع دخول الميه اللي جايه لي من بره، امنع دخولها للبدروم. تمام. قلت له امين، قال لي بس التكلفه عليك. قلت له يا عم ما فيش اي مشكله، بس احمي المبنى بتاعي. انت عايز تخلص كمان. انا عايز اخلص، وهم انا شايف ان ما فيش حل من ناحيتهم، وهم ما عندهمش يعني مش عارفين يلاقوا حل. فقلت خلاص اوكي. العماره دي العنوان بتاعها ايه بالظبط يا فندم؟ المحليه 12 قطعه 45، محليه 12 ايه؟ الحي الاول. تمام. وبعدين؟ قلت لهم اوكي. وفاجأ عملنا البير الكشف دون في حدود الارض بتاعتي وبره البدروم، وفاجأ بكميه ميه غير طبيعيه. الناس بتوع الجهاز جم قالوا لا 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 لا، احنا ما كناش متوقعين المبلغ المنظر ده. طب احنا الحل يا جماعه؟ بنعرض صور من الموضوع اهو. اتفضل. قلت لهم طب ايه الحل يا جماعه؟ قال لي لا، ما احنا كده حتى لو حطينا الترومبه، لقيت ان جار ليا قال لي لا، انا لو حطيت الترومبه هنا انت هنبتدي نسحب رمل من تحت القواعد، هيبقى الموضوع اخطر. احنا ممكن يحصل ضرر للعماره بتاعتي او والعمارات المحيطه. فقلت لهم طب شوفوا لي حل. بعد يمكن على يوم على اخر الشهر كده، وان قعدنا الكلام ده من يوم 23 على يوم 31، ابتدى يبقى في عربيه تسريب جت تكشف. عربيه التسريب دي بتكشف لو في تسريب في المواتير او حاجه. لفت عربيه التسريب حوالين المبنى، مفيش اي حاجه. عربيه التسريب جت على الساعه 5، مع ان انا اعرف ان عربيه التسريب دي المفروض تيجي بالليل عشان بتشتغل بالالتراسونيك، فبالتالي تقدر تكشف المشكله اكتر. بس يعني جت الساعه 5، بصت على المنطقه اللي حواليها، قالت لا مفيش اي حاجه، مفيش تسريب. طب يا جماعه هنعمل ايه؟ قال لك الحاجه الثالثه اللي احنا ممكن نعملها، ممكن نقفل عن الميه اللي حوالي المواسير المحابس بتاعه الميه اللي حواليك، اللي هي الثلاث عمارات اللي حواليك بالظبط. قفلنا 12 ساعه، الميه بنفس الضغط وبنفس الكميه ما اتغيرتش. فانا قدام مشكله، يعني انا قدام مشكله الجهاز عاجز ان هو يحلها لي. مفيش حلول فعاله يقدروا يحلها لي. طب هل الجهاز بيقول لك مثلا في جهه اخرى نلجا لها نتكلم معاها، ولا هو الجهاز يعني عاجز عن الفعل والكلام؟ لا يا فندم، الجهاز اساسا يعني حتى العينه بتاعت الميه اللي اتعملت طلع قال لك ان فيها نسبه املاح، فهي صرف. اللي بيدخل المهندسين الجهاز يقول لا لا ده مش صرف، دي ميه، في تخبط، مفيش، هم مش عارفين يعملوا ايه. هو حتى لما انا بعد ما قفلوا الميه، وده اخر حاجه، دي الحاجه اللي في ايديهم، ان هم يقفلوا الميه عن الثلاث عمارات عشان خاطر اللي حواليا، عشان خاطر لو في اي تسريب داخلي للمواسير يبقى ممكن يكون تسريب داخلي مش حاجه خاصه بالمواسير الخارجيه. طلعت ان الميه زي ما هي عندي. فاقول لهم طب ايه الحل؟ يقولوا لي لا ما نعرفش بقى هنعمل ايه. ما تعرفوش تعملوا ايه؟ طب امال مين اللي يعرف؟ انا ليا دلوقتي 45 يوم ومش عارف احل المشكله، وعندي العماره بطلهاص. صحيح. طيب يعني برضه خلينا نبقى عشان نبقى واصلين لحل، يعني احنا نبقى حاطين المشكله خلاص، جهاز مدينه العبور بيقول لك ما اعرفش، يعني هنا نخاطب مين او انت عاوز تخاطب مين معانا؟ انا عايز اخاطب
جهه من بره عندها من الاجهزه ومن الخبره الكافيه ان هي تحل لي مشكلتي. طيب يعني احنا عرضنا المشكله وخلينا نبقى متابعين مع بعض استاذ وسام، نشوف مسألة غريبة جدا دي، يعني نشوف ناس في مجلس وزراء في وزارة الإسكان، يعني نشوف المسألة دي هتمشي إزاي. طيب خلونا نسمع للأستاذ محمد زهران. أستاذ محمد. تفضل يا دكتور. أهلا بيك يا فندم، اتفضل يا فندم. اتفضل. والله يا دكتور المشكلة بتاعتنا هي مشكلة عامة موجودة في شبرا خيمة، مش مشكلة خاصة بينا، ولكن هي مشكلة ممكن هتعمل مشكلة كبيرة في شبرا خيمة. هي يا فندم منطقة مسترد تم تجهيزها على اعلى مستوى من الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، بقت شكل مشرف جدا. صحيح. في قطعه ارض دلوقتي يا فندم اكثر من 5000 متر بتعد حاليا لاقامه سوق بتاعه، يعني الارض دي ملكيه خاصه هيتعمل سوق. دي الارض دي ملكيه خاصه يعني لحد ملكيه خاصه لشخص من غير ذكر اسامي. تمام. لاشخاص. السوق ده يا دكتور هيكون يعني قنبله عشوائيه موجوده في مسترد بعد المنظر الجمالي وبعد الاتحاد. طب ده هيبقى سوق ايه؟ هيبقى سوق ايه؟ ده سوق خضار. خضار؟ سوق خضار، وهينتج من خلاله يعني لو قلت لحضرتك اكتر من يعني حسب المساحه اكتر من 20 30 طن قمامه كل اسبوع، وشبرا الخيمه تعاني دلوقتي من مشاكل كبيره جدا في القمامه. طب استنى بس استنى عليا، يعني ده سوق خاص للخضار كده؟ وده ده مساحه كبيره جدا. ده مساحة يعني كبيرة في واحد هيفتح سوق خضار هناك على المساحه دي؟ هيفتح يا فندم، هيعملها باكيات، وهو هيأجر للناس اللي هتيجي تأجر الباكيه دي بإيجار معين هيستفادوا منه. طب انت انتوا اتكلمتوا مع حد من المسؤولين عندكم؟ يا فندم المسؤولين ما حدش يعني ما فيش حد من الحي بص على حاجه دلوقتي يا فندم. طبعا حضرتك تعلم ان ممنوع بناء على اي اراضي دلوقتي خالص، عامه مفيش بناء خالص ولا بناء جملون ولا اي حاجه. الارض دلوقتي بتبني فيها، بيتعمل فيها جملون، بيتعمل فيها سرادك من الحديد حسب الباكيات اللي هتتعمل، يعني في غفله من ال. طيب يعني احنا دلوقتي نتكلم الناس في محافظ الالوبيه يا فندم. محافظ الالوبيه. محافظ الالوبيه المسؤول. طيب. اللي هو عبد يعني الحميد الهجان هو المسؤول عن الخطوه يا سياده محافظ الالوبيه. يعني هنا مشكله اهي بالصور يا فندم، في سوق خاص حد هيعمله للخضار في شبرا الخيمه، فنرجو التدخل، يعني نشوف برضو المساله دي صاحب المكان ده يعني معاه الترخيص بالسوق او المساله ماشيه ازاي، لانه الناس بيحذروا من مشكله كبيره في شبرا الخيمه.